مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. وحصيلة كوفيد التي أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم، حيث سجلت جهة سوس ماس رقم منخفض بطبيعة الحال، وهذا الشيء الحمد لله وكنشكروا عليه بطبيعة الحال، لأن الوباء بدأ كيزول نوعا ما وبدأت الأرقام تنخفض وبعدما كانت تسجل ارتفاع كبير. فاليوم يعني الحصيلة اليومية سجلت فقط بجهة سوس ماس 85 حالة إصابة جيدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وصل عدد حالة الوفاة فقط حالة وفاة واحدة تسجل بجهة سوس ماس عموما، ومن بين هذه الحالات أيضا التي سجلت هناك 45 حالة بمدينة أكادير لوحدها. فإذا رجعنا إخواني أخواتي الكريمات لهذا الرقم الذي تم تسجيله، فهو رقم يبقى رغم كل شيء رقم مشجع ورقم إيجابي مقارنة بالأيام السابقة ومقارنة بالشهور الفائتة. فكنا لا سوى 100 حالة إلى أن وصلت في بعض الأحيان 200 حالة، واليوم يعني ولات العتبة تحت 100، بالتالي فتسجيل 85 حالة إصابة بالجهة ككل، فتبقى رقم ضئيل مقارنة بمجموعة من الجهات التي تتصدر الحالة الوبائية بالمغرب. وهذا الشيء بطبيعة الحال راجع للمجهودات ديالكم، راجع أيضا للتدابير الوقائية التي أصبح المواطن واعي تمام الوعي بخطورة الوضع، وأصبح كل المواطنين المغاربة يتخذون كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ويحترمون أيضا القرارات المعمول بها من طرف السلطات الخاصة. فرجاء منكم إخواني الكرام، ومجددا نحاول دائما أن نحسس كل المواطنين بخطورة الوضع. فاليوم يعني وصلت الشحنة بطبيعة الحال ديال اللقاح، وهذا الشيء كيفرح، وإن شاء الله كنتمنى أن هذه الشحنة تكون فالخير علينا أننا نتجاوزوا هذه المحنة ونتجاوزوا هذه الأزمة بأقل خسائر، وإن شاء الله ترجع الحياة الطبيعية ديالها. فاليوم يوم صراحة يوم تاريخي بعد ما وصلت هذه الشحنة، وكنتمنى أن هذه الشحنة تساهم أيضا في انخفاض الأرقام وانخفاض الحالات المسجلة ومزيد من الحيطة والحذر لدى المواطنين والمواطنات. فاليوم كل السلطات قائمة بالواجب ديالها، فيبقى فقط المواطن هو الذي عليه أن يقوم أيضا بالدور دياله المنوط به، وهو أنه يضع يد في يد مع السلطات وأيضا مع كل الفاعلين من أجل محاربة هذا الوباء، فقط بالاحترام دياله بالقرارات دياله والاحترام دياله للقرارات المعمول بها، وأيضا ارتداء الكمامة، وأيضا الالتزام بكل التدابير الوقائية. فلا يعقل أن نرى الدولة تقوم بمجهود خيالي ومجهود جبار خلال هذه الفترة ديال الأزمة، وكنشوفوا المواطن لا زال مستهتر، المواطن لا يبالي. فحرام أننا نضيعوا المجهودات هباء منثورا، فالكل لازم أنه يدير يد في يد باش أننا نتجاوزوا هذه المحنة بأقل خسائر. إخواني الكرام، يعني هذه الأرقام فهي أرقام صراحة أرقام مشجعة ومنخفضة مقارنة بس الأشهر الفائتة. كنتمنى من الله تعالى أنه يرفع علينا هذا الوباء، وإن شاء الله نتجاوزوا هذه المحنة بأقل خسائر. فالرقم اللي تسجل غادي نذكر به إخواني الكرام، اللي هو 85 حالة كورونا، من بينها 45 حالة بمدينة أكادير لوحدها وحالة وفاة واحدة. وكنتمنى من الله تعالى أنه يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله، وترجع الحياة الطبيعية ديالها، وإن شاء الله ندعو الفيروس بمزيد من الصبر والتضحية. فالوطن اليوم بحاجة ماسة للتضحية ديالنا، بحاجة ماسة للتعاون ديالنا، وإن شاء الله خير في القادم من الأيام إخواني الكرام. فيعني كل المواطنين خاص أنهم يلتزموا باش إن شاء الله نرجعوا الحياة ديالنا ونرجعوا طبيعة الحال ممارسة الأنشطة ديالنا اليومية بكل أريحية وبدون تخوف وبدون توجس. فصراحة الحياة أصبحت متوقفة في مجموعة من المجالات ومجموعة من القطاعات، وأيضا مجموعة من الأسر تضررت، وبالتالي فالرهان اليوم هو أننا نوصل لصفر حالة،
وإن شاء الله نودعوا الفيروس، وإن شاء الله الكل يرجع لممارسة نشاطه اليومي بشكل معتاد بدون أو أي خوف وبدون أي قلق من الإصابة بعدوى كورونا. إخواني هكذا إذن هي الأرقام المسجلة وهذه هي الحصيلة لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حصيلة أخرى وفي رقم آخر بإذن الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى.